من أول يوم من شهر واحد لما بدأت في المحادثات مع وزارة التربية والتعليم وشهر اثنين وأربعة وخمسة وستة كان رفيقي الأول وما زال معي والأستاذ مدر يونس رئيس السلطات المحلية العربية في 48 وده نسمع في أستاذ مدر يونس دقيقة واحدة الكرسي احنا دعينا يوم الثلاثاء لشكم معك بخصوص القصوم احنا ننتظر ما يحدث بما انه في اليوم في ان عملية تمديد ليومين احنا بنتواصل مع سلامي احنا ايد واحدة اللجنة القطرية والرؤساء معكم قضية هذول الطلاب قضية الطلاب هي بتهمنا احنا 18 ألف طالب هم جزء لا يتجزأ من كل طلابنا واذا كان قضية التصعيد فكلياتنا معا كمجتمع عربي معي الدكتور شرف حسان برضو رئيس اللجنة المتابعة التعليم العربي موجود برضو في هذا الموضوع احنا جينا خصوص اليوم من الشمال حتى نكون معكم لبعض المسألة اللي صار فرصة يا جماعة اللي صار فرصة خلينا نضرب بس كلمة في رؤساء مجالس بدهم يحاولوا ينقذوا الاستاذ حلو وياخذوا الطلاب عندهم هاي النقطة انت بدك تتطرق لها وهاي بدك تتحدث معهم هاي النقطة اللي بدهم يلعبوا علينا فيها بدنا اياكم تكونوا كلكم موحدين هذا احنا موحدين احنا مع سلامة الأطرش والطرح اليوم بين كله واضح الصورة.